ما بده يحمل، اذا بده يجيب خبزاته من السوق ملاقية تقيلة عليه، حتى ما حدا يشوفه حامل خبزات، ما حدا يشوفه حامل شوية خضرة، هذا متكبر في نفسه. اما المتواضع فهو الذي يخدم نفسه ويخدم غيره، هاي صفة من صفات التواضع الذي أراده الإسلام لكل مسلم. فصلى الله عليه وسلم قال لنا، هذا حديث الأول، ما نقصت صدقة من مال، في حديث النبي أقسم يمينا على ذلك أن الذي يتصدق الصدقة لا تنقص المال. لو واحد طالع معه 10,000، طالع من 10,000 500 ورقة، بينقصوا 10,000، الناس شافوا انه نقصت 500 ورقة، لكن في الإسلام لا، ما نقصت، لأن الله يجعل البركة فيهم بأكثر من 500. مين؟ الله يعوض ما أنفقت بسرعة، ما بيتحمل الله، ما بيتحمل من نية أحد جل جلال الله، لله الفضل والمنة علينا جميعا. فعم يقول لك وما تنفقوا من خير فهو ينفقه، فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. فما أنفق عبد نفقة ونقص ماله منها، بل يزيده الله بركة ثم يعوض عليه ما أنفق الحسنة بعشرة أو بسبعين أو بسبعمائة أو بسبعة آلاف حسب الجود الإلهي والكرم الرباني بما يتناسب مع هذا الإنسان. ما نقصت صدقة من مال، فمعنى ذلك يعني يا مسلم لا تبخل على نفسك، إذا كان الله يعطيك ثلاث، البركة في المال والعوض والمضاعفة في العوض، ثلاثة هذول كل واحد بينفق، يعطيه الله تعالى البركة في ماله ويعطيه العوض ثم المضاعفة في العوض حسب الإخلاص. فإذا كان الإنفاق بهذا الشكل فهل خسر الإنسان أو نقص ماله؟ ممكن بساعتها يعوض عليك، ممكن بعد ساعة، ممكن بعد يوم، ممكن بعد جمعة، حسب ما تكون على استعداد. ذكر لنا عن سيدنا الشيخ سليم المسوتي رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ سليم المسوتي كان من كبار أولياء الله في هذه البلدة المباركة، بلدة الأولياء وبلدة الصالحين. أتاه، كان ماشي في الطريق فرأى فقير ما في عنده، شنح الجبة، قال له امسك الجبة، شنح له الأنباز ولبس الجبة على القميص والباس وعطاه الأنباز للفقير. لحارة ما حدا شايفه شرح وناوله، ناول الفقير هالإنباز. لما وصل للبيت لسه ما قعد بالبيت اندق الباب، فالتفت لابنه قال له قوم افتح الله يرضى عليك. فتح الباب وأز واحد جايب 10 صايات، الصاي الانباز من غير خياطة، شو بسموها صاي، كان هي يفتخروا فيها اللي عم تلمع مقلمة، كنا نلبسها نحن في اول حياة، جايب له 10 صايات. فابنه لما شافهم 10 شاف وحدة احلى وحدة، قام ما حطها بالصندوق وجابهم للشيخ، جاب له 9. فالشيخ رضي الله عنه قال له شو هذا يا ابني؟ قال له سيدي واحد دق الباب وقال هدول للشيخ. قال له عندهم كم وحده؟
حد قال له 9، قال له رجع له ياهن، قوم قوم رجع له ياهن. يا سيدي راح قال له قوم نادي له رجع له ياهن، ناقصين واحدة ما بنقبلهم. الله بيبعثهم 10 ما بيبعثهم 9، لأنه هيك قال جزاء الحسن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ما بيصير 9. رجع له إياها. يا سيدي قال له لك أنا زين طالعة من الصندوق، كن أنت آخذها، هو آخذها. بسرعة بيصير العوض حسب الإخلاص. الله يرضى عنه بلغني أنه كان يدخل إلى سوق الحميدية، لما يشوفوا الشيخ سليم دخل التجار يتركوا الدكان ويطلع يوقف برا. هيك كانت عادتهم، الشيخ اجا يترك الدكان يطلع لبرا، يجي الشيخ يفوت يفتح الصندوق ياخذ على البركة ويتم ماشي، بكيس يحط، عنده طلاب علم، عنده بده يتعلموا بده يتفقهوا بده يطعمي الارامل الايتام، عنده باب كبير. فهي عادته كل يوم خميس يمر على سوق الحميدية، سوق الحميدية يعبي ويمشي. واحد من اهل السوق حكى لجاره قال له شو هالشيخ رح يعملنا اياها كل جمعة؟ قديش عم ياخذ؟ قديش اخذ؟ قال له والله انا ما بعرف قديش بياخذ الشيخ، ما بعرف. قال له والله انا عديت اليوم الغلة لاشوف قديش الشيخ بده ياخذ. فالشيخ مر اخذ من هاد من هاد من هاد، لما وصل للدكان ما فات ليها، راح للدكان امسي يا شيخنا فوت. قال له نحن ما بناخذ مال معدود، مال معدود ما بناخذه. يا سيدي قال له ابدا، تركه تماشي. ثاني جمعة من على بكرة حط الدفتر شو عم يبيع، صار يسجل ما لحق يعني بس عم يسجل. لما وصل الشيخ لعنده ما فات لعنده. يا سيدنا قال له دخيلك تفضل خلي الله يبارك لنا. قال له يلي بده يحاسب الله الله بيحاسبه، لحنا ما بناخذ واحد بيشتغل بالحساب. فجاره قال له ما قلت لك الشيخ يعني تركها لله. ثالث جمعة الشيخ ما فات لعنده. يا سيدي اتفضل. قال له ولك ما بتتأدب؟ ما بتتأدب؟ أول مرة عديتهم، ثاني مرة حسبتهم، ثالث مرة عم تقول الشيخ هلا الحياة يروح لنا الرسمان، روح أنت ومالك مالنا بحاجة إله. وفي تلك الجمعة احترق المحل كله، احترق المحل. قديش عم ياخذ الشيخ؟ عم ياخذ لله وعم يعطي لله. سأل جيرانه لك قديه؟ قالوا لك والله يوم الخميس الدرج عم يتعبى، يلي بياخذهم الشيخ عم يتعبى الدرج ما بنعرف منين. الله لا يمتحنا، ما نقصت صدقة من مال إذا كنت صاحب ثقة ويقين بالله. أما اللي ما عنده ثقة بالله وبده يعد ما بياخذ. واحد أنا في حياتي إجا لعندي قال لي يا شيخي دخيلك ادعي لي الله يرجع لي ابني، إذا رجع ابني هالشجرة لطوب لك إياها، شجرة الزيتون طوب لك إياها. قلت له نحن ما بحاجة لواحد يشارط الله، يلي بده يشارط الله ما بحاجته نحن. قال لي لا ما مشارطة، هي مشارطة، إذا بيرجع لي ابني بعطيك شجرة. قلت له لنا ما بنحتاج. حاصل ابنه راح بالمعركة،
وأما الشجرة فقد يبست. يبست والله عم نسقيها، ليش يبست؟ قلت له كأنه هي حطيتها شرط لله. والنبي قال صلى الله تعالى عليه وسلم: النذر لا يستخرج إلا من البخيل. نذر، هي نذر علي، إذا رجع ابني هي إلك نذر.